اللجنة الأولمبية اللبنانية، انطلاق الرياضة اللبنانية إلى العالمية. بلشت القصة باجتماع للجنة الأهلية الرياضية بخمسة أيلول 1946، لما اقترح خليل حلمي إحداث لجنة أولمبية مثل الدول المتقدمة رياضياً. وافقت اللجنة وألفت من بين أعضاء لجنة من عبد الوهاب الرفاعي، نصيف مجدلاني وخليل حلمي، مهمتها وضع نظام اللجنة الأولمبية. وافقت وزارة التربية على النظام، وصدر القرار رقم 1350 ب 28 كانون الثاني 1946 عن وزير التربية الياس الخوري، اللي بيقضي بإنشاء اللجنة الأولمبية اللبنانية المؤلفة من ممثل عن كل اتحاد أو لجنة فرعية بتدير لعبة رياضية، مندوب من وزارة التربية، مندوب من وزارة الدفاع الوطني، ممثل أو أكثر عن اللجنة الأولمبية الدولية، ومندوب عن اللجنة الأهلية للرياضة البدنية. ب 22 تشرين الأول 1947 قبلت اللجنة الأولمبية الدولية انضمام لبنان لإلها. أول دورة أولمبية اشترك فيها لبنان كانت بسان موريتس بالألعاب الشتوية سنة 1948. أما الألعاب الصيفية الأولى فكانت بدورة لندن 1948، وبعد اشترك لبنان بدورة هلسنكي 1952 وكرت السبحة. نجح الرياضيين اللبنانيين بعدة دورات. سنة 1952 بهلسنكي زكريا شهاب حصل على الميدالية الفضية، وخليل طه على الميدالية البرونزية بالمصارعة الرومانية. سنة 1972 بميونخ حصل محمد خير طرابلسي على الميدالية الفضية برفع الأثقال، وسنة 1980 بموسكو نال حسن بشارة الميدالية البرونزية بالمصارعة الحرة للوزن الثقيل. وهالأربعة اللبنانيين هن الوحيدين اللي ربحوا ميداليات بتاريخ الألعاب الأولمبية. لكن حقق إدوار معلوف ميداليتين برونزيتين بالألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة ببيجين بسنة 2008. كذلك حقق ميشيل سماحة الميدالية البرونزية بسنغافورة سنة 2010 بالألعاب الأولمبية الشبابية. كان لبنان على مر الدورات الأولمبية يشترك بالعديد من الرياضات مثل المصارعة، رفع الأثقال، ألعاب القوى، الملاكمة، المبارزة، السباحة، الرماية، التايكواندو، الجودو وغيرها. وشاركت الفرق اللبنانية بكل أنواع الألعاب الأولمبية الشتوية والصيفية، كما الشبابية والبارالمبية. الشخصيات اللي تولوا رئاسة اللجنة الأولمبية اللبنانية من العام 1947 لليوم كانوا جابرييل الجميل، حسين سجعان، خليل حلمي، طوني خوري، سهيل خوري، أنطوان شارتيه، وجان همام. كانت وبعد اللجنة الأولمبية اللبنانية طريق وصول الرياضة اللبنانية للعالم، والطريق المباشر لتحفيز الشباب والصبايا للاهتمام بالرياضة، وجعل شيء أساسي وهام بحياتهم.